سوا على الهوا سوا عطول سوا على الهوا ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا. من يوم اللي اتكون يا وطني الموج كنا سوا. أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا مستمعينا في أمريكا الشمالية ومن يتابعنا حول العالم. هل يضحي الرجال بخصوبتهم مقابل الحصول على عضلات ومظهر جذاب؟ هذا هو موضوعنا الشيق لهذا الصباح. يسعى الكثير من الرجال للحصول على مظهر جذاب، ويتضمن ذلك محاولات للحصول على جسد رياضي مفتول العضلات عن طريق تعاطي منشطات كمال الأجسام حتى لو كان ذلك على حساب صحتهم. لقد كشفت الدراسات السريرية التي أجريت على متعاطي المنشطات المختلفة أنهم قد يعانون من العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، أمراض الكبد، تهتك الكلى، والأخطر أن هذه المنشطات تهدد خصوبة الرجال وقد تصيبهم بالعقم. المنشطات وأخطارها على الرجال موضوع هام نطرحه معكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبيب وراء الميكروفون على راديو صوت العرب من أمريكا مع خبير الخصوبة الدكتور نيكولاس شما الحاصل على البورد الأمريكي في أمراض العقم وأخصائي الغدد الصماء والأمراض التناسلية، وهو من أبرز أطباء علاج عقم الإنجاب والتخصيب الاصطناعي الأنابيب ليس فقط على مستوى ولاية ميشيغان بل أيضا على المستويين الوطني والعالمي. شهرة IVF ميشيغان وسعت من قاعدة المرضى الذين يرغبون بالعلاج تحت إشراف الدكتور شما ليس فقط في أمريكا بل أيضا في الشرق الأوسط. هذا اليوم موضوعنا هام جدا، الأساليب التي يتبعها الرجال للحصول على مظهر أكثر جاذبية، تناول المنشطات المختلفة، تناول عقاقير مضادات الصلع، تأثير بعض الأدوية مثل الباراسيتامول على الخصوبة. نناقش كل هذا وأكثر بعد الفاصل مباشرة، لا تذهبوا بعيدا. هل جاذبية الرجال واستقطاب الجاذب للنساء قد يؤثر على الخصوبة؟ بعد الفاصل. مراكز IVF ميشيغان للخصوبة وأطفال الأنابيب الرواد في مجال الطب التناسلي تعلن عن استقبال مراجعيها في بلومفيلد هيلز ومراكزها المنتشرة في ميشيغان وأوهايو، حيث يتواجد أمهر الأخصائيين لتقديم الاستشارات في جميع مجالات التلقيح الصناعي. يعتبر الدكتور نيكولاس شما أحد أهم الأخصائيين في الغدد الصماء التناسلية في ولايتي ميشيغان وأوهايو، حيث أجرى أكثر من 10,000 عملية طفل أنبوب وساعد الآلاف من الأزواج على تحقيق حلم الأبوة. يحمل الدكتور شما شهادة البورد الأمريكي في كل من أمراض النساء والتوليد، أمراض الغدد الصماء التناسلية والعقم، رعاية طبية ممتازة وتفهم عميق للأثر العاطفي والنفسي لحالة العقم. للاستفسار اتصلوا على 248-952-9600 248-952-9600. سوا على الهواء سوا عطول سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا. من يوم اللي اتكون مرحبا بكم سوا على الهواء، أنا وأنتم وبضيافتي الدكتور نيكولاس شما. هل يضحي الرجال بخصوبتهم مقابل الحصول على عضلات ومظهر جذاب؟ نناقش أيضا أسباب انخفاض معدل الخصوبة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال العام الماضي بحسب تقرير صدر عن مركز الإحصائيات الصحية التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. صباح النور والفل دكتور شما. صباح الخير لك يا ليلى ولكل هالمستمعين اللي عم يتسمعوا علينا. الصباح صباح حلو دكتور، دائما لك إشراقة مميزة على الرغم أنه الشمس بتغيب اليوم، لكن حضرتك دائما إشراقتك مميزة ومواضيعنا إن شاء الله يعني مفيدة لجاليتنا الحبيبة. نبدأ معك دكتور شما من مركز بيو للأبحاث الذي أصدر مؤخرا تحديدا في 13 يوليو سبتمبر، أن توقع مركز بيو للأبحاث أن يتوقف سكان العالم عن النمو بحلول نهاية هذا القرن. يعني هذا كلام جدا استوقفني دكتور شما. بحسب المركز قال انخفض معدل الخصوبة عام
2018 إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في الولايات المتحدة، ووجد التقرير أن معدل الخصوبة العام انخفض بنسبة 2% بين عامي 2017 و2018 بين الفتيات والنساء التي تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عاما على الصعيد الوطني. أيضا تقول الدراسة أن معدل الخصوبة في الولايات المتحدة في عام 2017 أصبح أدنى من المستوى اللازم لاستبدال السكان. كيف ترى هذا التقرير الذي صدر حديثا دكتور؟ يعني من ناحية هي مشكلة، ومن ناحية تانية منا مشكلة. خليني أقول لك ليش. أول شيء الخصوبة عم تقل، صار لها 50 سنة عم تقل تقريبا يا ليلى، يعني عم تحكي من تقريبا السبعينات لهلا نسبة الخصوبة عند الأشخاص عم تقل تدريجيا، خصوصا عند الرجال، والسبب هو نقص بالسائل المنوي عند الرجال تقريبا 50% بال50 سنة الماضية. في دراسة عملت من كم سنة فرجت ليلى انه بين سنة 1973 وتقريبا 2011 نزلت نسبة الخصوبة 53% من ناحية السائل المنوي، يعني مش الخصوبة عند الرجال كليا، بس نسبة السائل المنوي والعدد النطف بقلب السائل المنوي نزلت تقريبا 53%. هيدي مشكلة كبيرة إذا عم يضل عم تنزل لبعد 50 سنة تانية. وما تنسي إن الخصوبة مش إلى علاقة بس بالرجال، إلى علاقة بالنساء ما ذكرنا قبل. تمام. يعني أول في عندك عدة أسباب. أول السبب خصوصا بالولايات المتحدة وبالدول المتقدمة عم يتجوزوا النساء على عمر أكبر من ما كانوا قبل، وبعد ما عم يتجوزوا يا ليلى عم بيطولوا ليجربوا يجيبوا أولاد، يعني تقريبا 4 سنين زيادة. ومش بس هيك، أكثر النساء هلأ بالولايات المتحدة خصوصا في عندك أكثر نساء عم بيروحوا على الجامعات من الرجال، يعني تخيلي. نعم. عندك أكثر نساء عم بتروح على الجامعات من الرجال، ومن يروحوا على الجامعات وياخذوا شهادات عالية وشغلة محبذة وراقية. بس شو عم بيأثر؟ عم بيأثر إنه عم بيأخروا الوقت اللي عم بيجربوا فيه يجيبوا أولاد تقريبا 4-5 سنين تانيين. فهيدي عم بتصير مشكلة، إنه يعني كل ما كبرت المرابط قدرة الإنجاب عند النساء على الكرة الأرضية، يعني كل ما كبروا بالعمر. وبعدين عند الرجال اللي عم بيصير إنه عم يتجوزوا كمان على عمر أكبر كمان لأسباب ذاتها، ولمن عم يتجوزوا على عمر أكبر عدد النطف عم يتغير عندهم، وعم يتعرضوا أكثر لأشياء بالطبيعة اللي عم تتحول عليهم، وهيدي عم تأثر على قدرة الإنجاب. لنعطيكي مثل، لو بالولايات المتحدة ما عنا هجرة على الولايات المتحدة كان عم بيصير فينا هون مثل ما عم بيصير بأوروبا الجنوبية، يعني إذا بتاخدي إيطاليا، إذا بتاخدي إسبانيا، إذا بتاخدي فرنسا، عدد الأشخاص اللي عم يولدوا لكل شخصين تقريبا 1.3، يعني نمو السكان بهيدول الدول ما عم بيكون لدرجة يكفي إنه عدد السكان عم يضل ثابت. فشو عم يصير مشكلة بهدول الدول وبالاقتصادات تبع الدول بأوروبا الجنوبية؟ إنه ما عندك ناس صغار عم تنمى حتى تقدر تساعد بالاقتصاد ليهتموا بالأشخاص اللي عم يكبروا بالسن. فعدد السكان عم بيقل لدرجة إنه الاقتصاد تبع هدول الدول عم يتأثر. بالولايات المتحدة كل شخصين عنده تقريبا 1.7 ولد. طب هيدي مشكلة، إذا كل شخصين عندهم 1.7 ولد، يعني ما عم نمو السكان رح يقل بالولايات المتحدة. بس الحمد لله بعد عنا بيجي تقريبا بين الهجرة المنظمة أو المسؤولة والهجرة الغير مسؤولة بالولايات المتحدة عم يجينا تقريبا 1.5 مليون بالسنة. هيدي عم بتكفي، عم بتعود نقص المواليد. نعم، عم بتعود نقص المواليد. ومشان هيك الحمد لله الاقتصاد بعد بالولايات المتحدة بعده عم ينمى، مع إنه الاقتصادات دي أوروبا الجنوبية ما عم ينمى وما عم ينمى. دكتور، يعني أتوقف عند نقطتين في هذا التقرير. كما أشرت حضرتك، معدل المواليد عند الأزواج المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عام انخفض بنسبة 7% من عام 2017 إلى عام 2018. هذا بسبب الأسباب اللي حضرتك ذكرتها، أنه عم بيتأخروا بالحمل نتيجة أسباب معينة، يعني نتيجة عزوف ربما الفتيات عن الحمل المبكر أو
الكابلز بالعموم عن هذا الموضوع، صحيح دكتور؟ يعني لهذا السبب انخفضت نسبة 7%، كبيرة النسبة خلال عام واحد دكتور. هلا عادة نحن يا ليلى سنتين ما كتير يعني بتكون بيسموها بيولوجيك فاريشن، تكون يمكن ما يعني اذا ضل هيدا الانخفاض على السنين الثانيين هيدي مشكله كبيره رح تكون، لانه ساعتها الهجره ما بتكفي. فبس ما بتصور يعني ان شاء الله ما تضل. قديش النسبة دكتور، قديش نسبة الانخفاض التي ممكن تكون مقبولة يعني ما تأثر على تعداد السكان مثلا إذا ما عوضت على الهجرة؟ نعم لا إذا ما عوضت إيش، كل شخصين لازم يخلفوا ولدين على الأقل، لأنه ما على الأقل يعني ما هو يعني unfortunately أمراض الأشخاص بيموتوا عبكير يعني الأولاد من غير يعني غير شر يعني لكل الأولاد، بس إنه في أولاد ما بتضل ما عايشة، يعني بدي كل شخصين يولدوا شخصين 2.1 تقريبا ليضل عدد السكان منتظم. نحن بالولايات المتحدة عنا كل شخصين بيخلفوا 1.77 تقريبا، بأوروبا الجنوبية 1.3، تخيلي يعني عم بيتنقص عدد السكان بنسبة كبيرة هناك. فهيدي مشكلة، هيدي مشكلة ما لها علاقة بالانفايرمنت بالبيئة دكتور، بالبيئة المحيطة عم نشتغل فيها، بالبيئة المحيطة، لأنه ما تنسي عندك هيدي البيئة كتير إشي عم تصير. أول شيء البيئة الزيتية والبيئة اللي حوالينا، البيئة الزيتية كل الناس عم بيسنن وعم يشربوا كحول أكثر وعم يعملوا رياضة أقل، فكل هدول بتأثر سلبيا بالنسبة لقدرة الإنجاب عند الرجال وحتى عند النساء، بس أكثر لدرجة عند الرجال. وبعدين لما بالنسبة للبيئة اللي عم نعيش فيها، ما تنسي عندك إشياء بلاستيكية كل المحلات، حتى بالبحور هلأ في مثل بارتيكلز بلاستيكية بكل المي بكل المحيطات بالعالم. يعني هيدي المشكلة عم تأثر علينا عند الأشخاص وعند قدرة الإنجاب عند الأشخاص وعند الحيوانات كمان، يعني مش بس عنا عند البشر. فهيدي المشكلة كبيرة، وإن شاء الله يا رب العالم يوعى شوي ويحسنوا من تأثيرنا على المناخ بشكل سلبي دكتور، أو البيئة بشكل سلبي. وهذا موضوع مهم جدا حضرتك يعني اتطرقت عليه في كل حلقة شوي، لكن بتمنى أنه نركز عليه بشكل أكبر دكتور في حلقة تتضمن كل هذا الموضوع. استوقفني نقطة تانية دكتور ما كانت واضحة كتير لألي، عند فحص العرق البيانات عم بيقول التقرير عند فحصها حسب العرق أظهرت البيانات معدلات الخصوبة انخفضت بنسبة 2% للنساء البيض والسود و 3% للنساء من أصل لاتيني. طيب ليش دكتور الاختلاف بحسب العرق؟ يعني هذه النقطة ربما قد تكون غائبة علينا، هل هذا أيضا ينطبق على العرب أو شو السبب؟ الحمد لله نحن العرب ما حدا بيدرسنا ولا حدا يعني الحمد لله مش ماشي حالنا هيك مثل ما بيقولوا بالانجليزي under بالبركة under، يعني ماشيين بالبركة دكتور بالبركة. لا نحن نعرف ابدا under the radar، under the radar ما بيبين شيء، معنا مشاكل ابدا يعني واحدة بيدرسنا ابدا. هيدي المشكلة. هلا ليش الاشياء اللاتينية ما فيني قلك تحديدا، بس نسبة زيادة الوزن عم بتزيد أكثر عند الشعب من الأمريكي من الأصل اللاتين أمريكا Hispanic population من البيض أو من غير محلات. هلأ ما بعرف عنا نحن بالجالية العربية بالولايات المتحدة شو عم يصير بالنسبة للوزن، وأنا دائما بطلب يعني يا ريت حدا عم يسمعنا من الناس اللي عندهم قدرة يعملوا دراسات، إنه يعملوا دراسات أكثر بالجالية تبعيتنا، لأن إحنا منا جالية يعني منا إحنا حرزانين بالولايات المتحدة عم تحييلك كذا مليون شخص. يعني سؤال مهم دكتور، لماذا فعلا كل التقارير التي بتطلع عليها ما في وجود للأرب أمريكانز في هذه الدراسات؟ شيء غريب يعني ما بعرف ليش. يعني لقلك شغلي بتضحك أمراض يا ليلى، يعني نحن البراكتس تبعيتنا بميشيغان عندها من أكبر الجاليات العربية بالولايات المتحدة، يعني عنا كتير ناس منشوفهم من أصل عربي وهنا بينبسطوا يشوفونا لأنه بنحكي عربي، وفي عنا ناس حتى بين 180 موظف اللي عندي ياهن بيحكوا عربي بيساعدون للناس اللي ما بيقدروا يحكوا لغة إنجليزية صحيحة كتب
بطريقة كاملة، بس ما حدا اجى لعنا قال لنا يا عمي ما زال انتم بتشوفوا عرب كتير، ليش ما بنعمل دراسة بنشوف مثلا شو نسبة العقم عند الجالية العربية او شو هن الاشياء اللي عم تأثر على العقم؟ ولا حدا ما بحياته حدا اجى دق الباب وقال لنا انتم ما زال عند اكبر سنتر بامريكا بالولايات المتحدة بالامريكا الشمالية بتهتم بالجالية العربية، ليه ما بتعملوا دراسات بهالموضوع؟ ما حدا اجى قلنا او هلا يمكن هل هذا دور الاطباء دكتور الريزيدنتس المراكز مين الدور مين يعني حتى نوجه ممكن يكون من خلالك نوجه الجالية العربية؟ لقلك هو الدراسات اللي بتصير مع النوع بدها تصير مع مركزين عادة، يا اما ناشونال انستيتيوت اوف هيلث او سنترز اوف ديزيز كنترول، هدول هن السي دي سي او الان اي اتش. لتقدمي طلب لعندهم بدك كثير وقت يعني بدك كثير، وعادة بالمراكز بالجامعات مثلا University of Michigan whatever ما عنده الناس من الناحية العربية مثلنا نحن اللي بيقدروا يعملوا هاي الدراسات، ما عندهم، ما موجودين هالأشخاص. طبعا مين بيعملون؟ نحن بدك وقت منا نحن نطلب، وبدك هن كمان يتقبلوا هيدا الطلب، فهيدي المشكلة عم من الناحيتين يعني من المشكلة يمكن لكن المشكلة لا دكتور يعني بس المشكلة بعتقد أنه اسدوبل إذا في باحث ربما أو طبيب أو ممكن يكون له اهتمام. يعني بعطيك مثال بسيط دكتور معلش خليني قلك أنه أنا هلأ عم بعمل دراسة في الماجستير أول دراسة من نوعها على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، اكتشفت أنه ما حدا عامل بحث أكاديمي لتعليم اللغة العربية وتأثيره على أبناء المهاجرين بكل أمريكا أكاديميا، تخيل حضرتك ولا دراسة أكاديمية. في بعض الكتب في بعض الإصدارات لكن ما في على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، والدراسة إذا صدرت حتكون أول دراسة من نوعها أكاديمية. طبعا أنا اتجهت لها لسبب بسيط كتير، أنه إحنا كعرب ومهاجرين بحاجة أنه نعرف قدي أولادنا عم يحتفظوا بلغتهم، قدي تأثير مثلا غياب الثقافة واللغة عن مجتمعاتنا في المغترب. بس غريب دكتور ما هيك؟ يعني هل هذا الموضوع موضوع الدراسات بالنسبة للجالية العربية والأمريكية غائب عنا كعرب أمريكيين؟ يعني غائب عن ذهننا أنه لازم يكون لنا our own research أو الباحثين في هذه المجالات؟ ما بتعتقد أنه ضرورة؟ ضرورة مهمة كتير يا ليلى، يعني بس ما هي المشكلة أنه هالدراسات يعني بتكلف كتير، يعني بدك أشخاص مثلك موجودين أو عندهم يقدر يعملوا الدراسات، ونحن يعني يمكن كبراكتس أو منظمة ما عنا هالأشخاص اللي بيقدر يعملوا هالدراسات، مش لسبب من ناحية طبية بس لسبب نعرف قدي الأرقام موجودة بالولايات المتحدة. بس إن شاء الله يا رب يجيني مثلا هلأ حد عم يسمعنا يجيني شخص عم يعمل مثلا ماجستير أو دكتوراه وتبر يجي يتصل فيه ويقول لي دكتور شمال ليك أنا حابب أعمل دراسة بهالموضوع لنعرف هالأشياء، ساعتها بيجي بنجتمع معه ساعتها بيقدم الدراسة على الـ NIH أو على الـ CDC أو على الـ NICHD، وبعدين بنشوف إذا هالدراسة بتنقبل we'll take it from there. يعني هيدي هي بدك أشخاص وبدك يكون عندك بدنا وعي دكتور بدنا وعي بدنا وعي الوعي موجود، الوعي موجود، هي بدك حدا يقدر يعمل وعنده الوقت يعمل وعنده الحاجات المادية لا يقدر يعمل هيك دراسات. أكيد إذا تقدمت هيك دراسات مضبوطة العالم اللي موجودين لأنه عارفين ما موجودة نسب بيطلعوا فيها بطريقة إيجابية كليا. يعني نطلع فاصل للإعلان ونعود معكم. هل يضحي الرجال بخصوبتهم مقابل الحصول على عضلات ومظهر جذاب؟ بعد الفاصل. When it comes to reproductive medicine, IVF Michigan Fertility Centers are the recognized leaders. With locations in Bloomfield Hills and five other cities in Michigan and Ohio, IVF has experts in all aspects of the field. As a founding member of IVF Michigan Fertility Centers, Dr. Nicholas Shama is one of the leading reproductive endocrinologists in Michigan and Ohio. Dr. Shama has performed over 10,000 IVF cases and has helped thousands of couples fulfill their dreams of parenthood. American Board certified in both obstetrics and gynecology and reproductive endocrinology and infertility, Dr. Nicholas Shama is a very caring, compassionate, expert physician that understands not only the medical but also the emotional toil of infertility on his patients. When it's time, get personalized care from Dr. Nicholas Shama at IVF Michigan Fertility Centers in Michigan and Ohio. Call toll-free 855-952-9600, 855-952-9600.
سوا على الهوا على الهوا سوا طول سوا على الهوا ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن الموج كنا سوا. مرحبا بكم في موضوعنا الشيق لهذا الصباح. خصوبة الرجال قد تتأثر بحرصهم على المظهر الجذاب، وأيضا بضيافة الدكتور فائق نيكولاس شم أخصائي العقم والغدد أيضا، ومن أحد أهم أطباء العقم في الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور، كشف علماء أن هناك مفارقة تؤدي إلى أضرار تلحق بقدرة الرجال على الإنجاب بسبب أساليب يتبعونها من أجل الحصول على مظهر أكثر جاذبية. رجحوا أن تناول المنشطات على أنواعها المختلفة للحصول على ربما عضلات مفتولة أو تناول أقراص مضادات الصلع للحفاظ على كثافة شعر الرأس يؤثر سلبا على الخصوبة. شو رأيك دكتور بهذا الموضوع المهم جدا، خاصة على فئة الشباب من أولادنا اللي بتناولوا عقاقير مختلفة؟ يعني العضلات رجعنا كأنه العضلات هي الرجولة، ما هيك دكتور؟ المفهوم المرتبط بأذهان الشباب. خليني أقول لك، أنا كرجل ما يعني ما بقدر كتير خبرك بهالموضوع من ناحية الجاذبية، بس خلينا نبلش. لا أنا بخبرك دكتور، أنا اللي بسمعه من الشباب والبنات الصغار إنه كتير العضلات بتأثر، يعني بختي أنا بالبنت لما بتختار الشاب بتحبه تختاره عضلاته مفتولة، فهي حقيقة. يمكن 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 معك حق. أنا مرتي بتقلي كل أسبوع لازم روح مرتين هيك بس على الجيم حتى ما يروح. أنا واجهتها دكتور مع بنت أختي ومع البنات، كتير بستغرب يعني إنه أول ما بيلفت نظرهم بدون شاب عضلاته مفتولة، فهي this is a fact دكتور. هيدي أمراض. في مشكلة، في بارادوكس، في شيء اسمه بارادوكس بالإنجليزي، اسمه موسمن فيسي بارادوكس، شو بدك بالاسم، بس مهم هيدا البارادوكس بيقول إنه صحيح الأشخاص عندهم جاذبية أكثر، يمكن لأنه مثل ما تفضلتي وذكرتي إنه عضلات مفتولة، هيدي جديدة الكلمة عندي مفتولة، بس إنه العضلات مبينة، بس ناحية تانية قدرة الإنجاب عندهم بتقل يا ليلى، وهيدي مشكلة كبيرة. لقلك ليش مشكلة كبيرة؟ في الولايات المتحدة تقريبا عندك somewhere between 3-4 مليون شخص، 3-4 مليون رجال عم ياخذوا عقاقير لا يصير عضلاتهم أكبر. طب هيدي تقريبا إذا عندك 150 مليون شخص، يعني هيدي كتير تقريبا ملايين، يعني نسبة كتير كبيرة جدا، نسبة كبيرة كتير كبيرة من الأشخاص في الولايات المتحدة. مش بس هيك هالنسبة، هالنسبة لها تأثير كبير. إذا بتتاخد الناس اللي بيروحوا على الجيم، على الرياضة، مراكز الرياضية، مراكز الرياضة، 15-20% منهم يا ليلى بياخدوا عقاقير، يعني منو ليك اللي هيدول العقاقير بياخدوها، مش انه حكيم طبيب بيوصف لهم اياها، بياخدوها بطريقة غير منتظمة، وبياخدوها وبتأدي باغلب الحالات لمشاكل صحية كبيرة كتير، هلا رح نحكيها بعد شوي، بس خصوصا بتأثر على قدرة الانجاب وعلى العقم، لدرجة انه عدد النطف او عدد السائل المنوي توصل لصفر امراض بعدة حالات من هالحالات. مش بس هيك، اغلب الناس اللي بتاخد هالادوية مش بياخدوا دواء واحد، مثلا بياخدوا لك بيسموهم كوكتيلز، يعني بياخدوا 2-3 ادوية بذات الوقت، وكل واحدة منهم اذا بدك نذكرهم بياخدوا عدة نوع من هالادوية، له علاقة بالتستوستيرون، هو له علاقة بهيدا الهرمون الرجالي، ولا بفسر لك كيف بتأثر على العقم، بس بياخدوا كذا واحد منهم بذات الوقت، وهيدي مشكلة كبيرة، لأنه تقريبا تلتهم بيصير عندهم إدمان يا ليلى، بيصير عندهم إدمان لهالعقاقير اللي عم ياخدوها، يا أما بالفيلم أو حتى في منهم بياخدوها إنجكشنز، يعني حقنة بالعضل. هيدول عندك مشاكل كبيرة كبيرة بتأدي بهيك حالات، وبتأدي للعقم، ومثل ما تفضلتي وذكرتي بتأثر على الكبد، بتأثر على الكلاوي، بتأثر على الدم. في دراسة عملت مش من زمان انه الناس بتاخد هالعقاقير نسبة المورتاليتي، يعني نسبة الموت المبكر عندهم بتزيد تقريبا 3-4. يعني واحد انه شكله حلو عضلاته مفتولة بس يموت بكير، يعني انه سمين، يعني مين مستاهل دكتور؟ لا
يعني اشتغلي بالضحك يا ليلى، اشتغلي بالضحك وبتبكي بذات الوقت. نعم. ما عندك فكرة عدد الأشخاص اللي بشوفهم كل جمعة يا ليلى، بيجوا عندي على الأوفيس يعني كابلز عم يجربوا يخلفوا ويجيبوا أولاد، وبيجوا الرجال بنعمل له فحص سائل منوي بيطلع صفر. طيب يا عمي بتقولوا ما احلاه هو عضلاته مثل ما تفضلتي ذكرتي مفتوله عريضه مدري شو بسموهن، مهم عضلاته كبيره، بتطلع السائل المنوي ما عنده ولا شيء صفر. هيدي العضلات المفتوله دكتور ارتبطت باذهاننا من زمان، يعني من وقت زمان مو من هلا جديد بالرجوله. إيه يعني الشاب خليني اقول لك، لا خليني اقول لك، قبل 1953 كان التستوستيرون هيدا الهرمون الرجالي ما كان يا ليلى موجود، ما كانوا عاملينه بعد على الكره الارضيه، ما كان مبين، فما كان في كانت رياضه طبيعيه دكتور كبروا عضلاتهم طبيعي. تعرفي الرياضه الطبيعيه بتاثر ايجابيا على قدره الانجاب، الرياضه الطبيعيه بلا حقا بلا عقاقير، بس الرياضه اذا بتاخذي العقاقير اللي بيصير انه خليني بس فسر نتشي، الخصيه يا ليلى عند الرجال بعد سن ال 15 بتعطي هرمون اسمه التستوستيرون، هيدا التستوستيرون الهرمون الرجالي بيعطينا نحن الرجال ان يكون عنا عضلات اكبر، بس كمان بيعطينا على قدرة الانجاب. المشكلة انه اذا بتاخدي تستوستيرون من برا او هرمون شبيه بالتستوستيرون من برا، يعني بتاخديه بالفم او بتاخديه كحقن او بتاخديه كجل او عدة انواع، بيأثر على الدماغ، الدماغ ساعتها ما بيفرز الهرمونات اللازمة ليخلي الخصية تشتغل، الخصية ساعتها بتصغر بالحجم، يعني ما عندك فكرة الرجال اللي عضلاتهم كبيرة أغلبهم الخصية إذا بتحسيها أول شيء صغيرة لدرجة منا طبيعية، وبعدين منا يعني بتحسيها إنه تقريبا فاضية، يعني ما فيها كتير consistency. فهيدول الأشخاص عندهم كتير نسبة عالية يكون عندهم عقم، يعني حتى العقم أمرات بيطول سنين وأكثر من وقت ما يوقفوا ليأخذوا هدول العقاقير. يعني الموضوع خطير جدا دكتور، خطير وما عم نتوقف عنده لنحكي عنه كما اليوم بشفافية كبيرة بمعلومات طبية مهمة. أولادنا دكتور، يعني أنا واحدة من مثلا الأمهات اللي انتبهت أنه ابني لما كان بعمر صغير بيطلبوا مثلا هرمونز من على الإنترنت مثلا، طب هل هو عارفانين العقاقير هاي اللي عم بياخدوها شو تأثيرها شو النجرف عليها؟ ما وصف لهم ياها دكتور. يعني أنا كنت مثلا من الوعي أنه نبه ابني أنه لا لازم تشوف طبيب، لازم تنتبه. طب قدين احنا عم ننتبه لهالأمور دكتور، أنه أولادنا شو عم بياخدوا، خاصة لما متاح لهم كل شيء أنه يطلبوه مباشرة من أمازون من على الإنترنت؟ يعني لقلك هي المشكلة عندها عدة جوانب. أول شيء ما عندك فكرة قدي أولادنا نحن معرضين، هن إنه عم يكبروا بسن المراهقة وبعدين بسن الشباب الأولى وانسان معرضين لأشياء من برا. أول شيء في عندك سهولة بقدرة الحصول على كل هالأدوية اللي هن أدوية خطيرة، لأنه بتأثر يعني سلبيا لدرجة ما عندك فكرة، هلأ رح تذكرهم بعد شوي، بس عندك سهولة بكل هالإشياء. بعدين في عندك أطباء، أنا ما بفهمهم هول أطباء بيوصفوا هالعقاقير وبيوصفوا هالحقن للرجال، وما بياخدوا بعين الاعتبار الإشياء السلبية المعقولة تصير على فترة طويلة بعد ما ياخدوا هالعقاقير. فعندك أطباء عندهم مشكلة، وبعدين عندك الأولاد أو الشباب كمان عندهم مشكلة، لأنه في سهولة كتير مثل ما تفضلت ذكرتي من الإنترنت ومن أصحابهم. وهيدي المشكلة مش بس لعقاقير، إلى علاقة بالعضلات، في عندك إشياء بياخدوها الأولاد مثل مثلا التدخين، مثل هيدا التدخين الإلكتروني، مثل ماريوانا الموجودة، كلها هيتهم بتأثر سلبيا على قدرة الإنجاب. يعني الحمد لله نحن بمشيكن هيدول الفيبينج، هلا نحن من غير ميشيغان ما في عندك الا نيويورك منعوا الفيبينج، وعندك هيدي كتير بتاثر ايجابيا بقدره الاولاد تبعوتنا بالجامعات وبالمدارس انه ما يدخنوا السجاره الالكترونيه دكتور. صحيح يا اكزاكتلي.
خلينا نحكي انه في عندك عدة انواع بياخدوها الرجال. قبل ما دكتور يعني بس بدي وقف نقطة مهمة جدا. يعني انا بفهم انه ولد جاهل ما بيعرف انه لازم ينتبه شو عم بياخد، لكن طبيب يوصف عقاره هو فاهم شو تأثيره. طب كيف يعني انا فسر لي دكتور كيف؟ ما بقدر كثير فسر لك يا ليلى. انا بيجوني امراض مرضى يعني بيروحوا عند الحكيم بيكون الرجال يعني شوي حاسس تعبان، حاسس وتفر، بيعمل له الطبيب المعالج بيعمل له فحص للتستوستيرون تبعه، بيلاقي التستوستيرون تبعه هذا الهرمون الرجالي واطي ندفة، بيعطيه تستوستيرون لا يحس احسن. وباغلب الحالات بحس احسن الرجل لما تعطيه تستوستيرون، لانه مش بس عضلاته بتتحسن، ذاكرته بتتحسن، الانرجي بتزيد عنده، لانه التستوستيرون بيأثر على نحن the feeling of well-being عند الرجال. الناس اللي ما عندهم تستوستيرون ما بيحسوا كتير منيح، فبيعطون هالأدوية مع انه في عندي كتير اشياء تانية فيها تنعطى بهيك حالات، وما بيذكروا لهم انه بتأثر على الخصوبة، بتأثر على كتير اشياء عندهم. وبيجوا لعنا نحن بيقولوا لنا الحكمة عطونا هالدواء واخدناه على سنتين ثلاثة حاسين احسن بكتير، بس ما حدا قالنا انه بتأثر. فليه ما بيقولون الحكمة؟ لانه يمكن ما بيعرفوا يا ليلى. يعني يمكن يا ريت اللي عم يوصفوا هالدوية بيفهموا عربي وعم يتسمعوا علينا هلا وبيفهموا شو عم بيصير، بس ما معقول انه ما بيعرفوا. يعني يمكن بيعرفوا بيتجاهلوا، والله ما بعرف يعني ما كثير ما بتجاوب على السؤال. انا لاحظت دكتور انه في تجاوب احيانا مع المريض. يعني المشكله انه في بعض المرضى، وهذا مر علينا وبحب شاركه مع حضرتك، انه طبيب بيعرف انه هذا الدواء ممكن يضرك، فهو مثل ما قلت بيصير في نوع من الادمان على هذا الدواء، بيروح على طبيب تاني ممكن يوصف له اياه، وبهيك الشكل بيكون اسهل. وفي بعض الاطباء بيجاوبوا بيوصفوه مع الاسف، مع انه بيعرفوا انه هذا بيضر المريض. وهذا يعني انا مر علينا كتير حالات بهيك موضوع، هل ترى واقعا دكتور؟ هي اكيد شوفوا كل يعني ما عندك فكره قد ايه بنشوفه هيدا يا ليلى. 10% من الرجال بيجوا لعندي ما عندهم ابدا، ما عندهم نطف ابدا، صفر. تقريبا 60% من هالحالات عندهم مشكله بالخصيه، وتقريبا نصهم لهم علاقه بالادويه اللي عم ياخذوها. تخيلي، واغلب الادويه لها علاقه بالهيدول المنشطات اللي عم تتاخذ مشان العضلات اللي يبينوا احلى. بعد الفاصل دكتور نعود معك إلى أنواع المنشطات. هناك منشطات لكمال الأجسام أو العضلات المفتولة أو المظهر الجذاب، هناك أيضا منشطات جنسية تتاخذ كمان إلى تأثير مختلف دكتور لتحسين ربما الحياة الجنسية بين الزوجين، وهناك أيضا عقاقير ممكن نتوقف عندها. بعد الفاصل كونوا معنا في حلقة متميزة هذا الصباح، هل يضحي الرجال بخصوبتهم مقابل الحصول على عضلات ومظهر جذاب؟ بعد الفاصل. مراكز IVF ميشيغان للخصوبة وأطفال الأنابيب الرواد في مجال الطب التناسلي تعلن عن استقبال مراجعيها في بلومفيلد هيلز ومراكزها المنتشرة في ميشيغان وأوهايو، حيث يتواجد أمهر الأخصائيين لتقديم الاستشارات في جميع مجالات التلقيح الصناعي. يعتبر الدكتور نيكولاس شاما أحد أهم الأخصائيين في الغدد الصماء التناسلية في ولايتي ميشيغان وأوهايو، حيث أجرى أكثر من 10,000 عملية طفل أنبوب وساعد الآلاف من الأزواج على تحقيق حلم الأبوة. يحمل الدكتور شمة شهادة البورد الأمريكي في كل من أمراض النساء والتوليد، أمراض الغدد الصماء التناسلية والعقم، رعاية طبية ممتازة وتفهم عميق للأثر العاطفي والنفسي لحالة العقم. للاستفسار اتصلوا على 248-952-9600 سوا على الهواء. يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن الموج كنا سوا.
صباح الخير أمريكا، المنشطات وأخطارها على الرجال، موضوع هام نطرحه معكم هذا الصباح وبضيافة خبير الخصوبة الدكتور نيكولاس شما الحاصل على البورد الأمريكي في أمراض العقم وأخصائي الغدد الصماء والأمراض التناسلية من أبرز أطباء علاج العقم والإنجاب والتخصيب الاصطناعي. دكتور، قبل الفاصل سألتك عن هذه المنشطات، يعني هناك منشطات كما تستخدم لعضلات، هناك منشطات ربما لتحسين الحياة الجنسية، عقاقير أيضا، هل هناك فرق في الاستخدام بين كل عقار أو منشط دكتور؟ لك يعني في عندك ثلاث أنواع من العقاقير بتأثر على قدرة الإنجاب وبتأثر على الحياة الجنسية. أول شغلة هي لها علاقة بالهرمونات اللي هي شكلهم أو تركيبتهم مثل التستوستيرون، مثل هيدا الهرمون الرجالي اللي بيطلع من الخصية، وفي منهم بيتاخدوا بالفم وفي منهم بيتاخدوا قاحقا مثل ما ذكرت لك قبل، وفي عدة أنواع منهم، في أنواع منهم شكلهم مثل التستوستيرون يا ليلى، وفي أنواع منهم مش مثل التستوستيرون، يعني شبيهين منه بنعمل بسموه النور تستوستيرون، وفي عندك عدة أنواع، وبعدين في أدوية تانيين بتنعمل هن ما إلى علاقة بالعضلات بس بتحسن الحياة الجنسية، وهيدول ما عندهم تأثير كبير على قدرة الإنجاب. هيدول بيصير الرجال وعدة أشخاص حتى بعمر مبكر، بس أغلبهم مع العمر بيصير عندهم مشكلة من ناحية جنسية، وبياخدوا هالمنشطات مثل سيالس، مثل فياغرا، مثل and so on. هيدول الأدوية اللي بتساعد على الحياة الجنسية وما عندها تأثير سلبي كتير. هلأ الناس اللي بياخدوا هالعقاقير هيدول كتير مهم يتأكد انه ما عندهم مشاكل بالقلب، لانه صحيح تتحسن حياتهم الجنسية بس معقولة بعدين يموتوا كمان. مبالغة كبيرة. دكتور يمكن في لا ما لا بس لازم واحد ينتبه إذا عطى هالعقاقير انه ما يكون في مشاكل من القلب، لانه عادة بتنعطى للرجال اللي عندهم سن اكبر، فعندهم اكثر معرضين يكون عندهم مشاكل بالقلب، يعني حتى ما يصير عندهم مضاعفات تانية. هلا في نوع ثالث من الادويه تفضلتي وذكرتيه انت، انه في عده ادويه هن بينعطوا للشعر مضادات الصلع دكتور. نعم يعني ليكثر الشعر ضد الصلع، وهذول الادويه عاده اغلبهم انتي تستوستيرون، يعني تستوستيرون انهيبيتورز، ولانه بينعطوا بيتحسن نتف الشعر بس كمان بتاثر سلبيا على قدرة الخصوبة، مش لناس الدرجة اللي بتأثر فيها التستوستيرون. هلأ المشكلة إذا الناس أخذوا تستوستيرون يا ليلى من ناحية الشعر، إذا بتطلعي على أغلب الأشخاص اللي بيعملوا هيدول كمال الأجسام بيسموهن عند الرجال وبياخدوا هالعقاقير اللي فيها تستوستيرون أو شبيهة بالتستوستيرون، أغلبهم أكشولي بيهر شعرهم، لأنه هر الشعر له علاقة بكثرة التستوستيرون، مشان هيك الأدوية اللي تمنع هر الشعر هي أنتي تستوستيرون. فهيدول الأشخاص اللي بياخدوا عضلاتهم بيصير بيخف شعرهم، فأغلبهم أكشولي بيحلقوا شعرهم كليا. خليني فسرها دكتور بجملة، البعض كما ذكرت هلأ نقطة هامة دكتور، أنه الأشخاص بيعتقدوا أنه كلما كان هرمون الذكورة التستوستيرون مرتفعا لدى الرجل كلما أصبح أكثر قوة وصلابة، هذا الأمر خاطئ كما أشرت، لأن هرمون التستوستيرون بشكل مبالغ فيه يشكل خطورة على صحة الرجل ويؤثر بوجود مشكلة. هل العبارة اللي قلتها صحيحة دكتور صح؟ لا لا يا ليلى منا صحيحة. طيب. ما في شك انه كل ما اخذتي تستوستيرون زيادة كل ما قولوا كثرة العضلات عند الرجال وقدرة القوة عند الرجال، ما في شك، لانه بتزيد هو هيدول العقاقير عندهم شغلتين بيسموهن انابوليك ستيرويد ان اندروجينيك ستيرويد، يعني بيزيدوا كمية العضلات لأنه بياخدوا النيتروجين من الدم وبيحولوه للعضلات والعضلات بتكتر، بس من ناحية تانية بيأثروا سلبيا على قدرة الخصية تعمل تستوستيرون، بس إني لأنه التستوستيرون بيصير عالي كتير بتزيد الخطورة من التستوستيرون، بس ما بيأثروا سلبيا، يعني مش إنه
إذا كلمة أخذوا العقاقير بيخفوا عضلاتهم، بالعكس كلمة تاخذي العقاقير بيزيدوا عضلاتك، بس المشكلة هن الأشياء السلبية الجانبية على صحة الرجل وتؤثر المريض بشكل مشكلة. دكتور بس بدي أرجع شوي العقاقير، في عندي أستاذ عمر بيقول دكتور شما ما قدر كتير يكون فكرة واضحة، هل العقاقير اللي بتستخدم إذا كان الواحد عنده نوعا ما ضعف جنسي بسبب العمر كما قلت أو بسبب تاني، هل ممكن تؤثر على لاحقا على صحة الإنسان، ربما الخصوبة أو قدرته على إنجاب الأولاد؟ هو عمره 47 بس عنده مشكلة بهالموضوع. لا أبدا ما بتأثر يا ليلى، ما بتأثر، ما عنده أي تأثير سلبي. نعم أبدا لأنه لقلك إذا ما بيقدروا في يعملوا مجامع الرجل والمرأة كيف بدهم يحملوا؟ لا إلا إذا أجوا لعنا نحن ما عندنا مشكلة، ما ضروري يعملوا مجامع إنه بعمل الموت تتحسن الوضع، بس عادة ب 95% من الأشخاص اللي الحمد لله ما عندهم مشاكل، إذا ما قدروا عملوا علاقة جنسية ما بيصير شيء. إذا اللي بتأثر سلبيا هي المنشطات لكمال الأجسام والعضلات المفتولة، خلينا نوضحها، هاي دي اللي بتأثر، المنشطات هاي نوعية الهرمونات والمنشطات. نعم وكمان الأشياء اللي بتنعطى ضد هبوط الشعر أو عقاقير المضادة، الأدوية اللي بناخدها لمضادات الصلع. طب إذا بنذكر لبعض مستمعينا دكتور من اللي بمر عليك أنه ما لازم ياخدوا بعض الأسماء من العقاقير هاي، شو ممكن نذكر لهم بعض الأمثلة؟ هي العقاقير هن يعني anything عنده مثلا تستوستيرون عادة بينعطى الانانسيت أور سيبيونيت، في شيء اسمه ستنازولول، في اسمه شيء أوكسندرولون، في اسمه شيء ناندرولون، كلهم هيدول الميديكيشن الأدوية هاي يعني أكيد هن عارفين شو عم ياخدوا، وإلا ما كانوا بياخدون وما كانوا بيطلبون. كلياتهم هن مثل تستوستيرون بس مغيرين نتفة أو زايدين لهم شغلة للتستوستيرون ليقدر يتاخد بالفم أو يتاخد بالعضل. ولفسر لك أكثر، هيدول الأدوية اللي بتتاخد بالفم يا ليلى عندها تأثير سلبي كبير على الكبد، لأنه دغري بتروح على الكبد وبتأثر على الكبد. العقاقير اللي بتتاخد كحقن بتطول أكثر بالجسم، بس ما عندها تأثير سلبي كبير مثل اللي بتاخد بالفم على الكبد، بس كمان عندها تأثيرات جانبية على الكبد، على الكلاوي، كلياتهم عندهم، وعلى الدم، يعني بيزيدوا عدد كريات الدم وبيأثروا على الكبد، حتى لدرجة انه بيصير عندك اكثر نسبة للكبد يصير عندهم امراض سرطانية بالكبد، وعندهم صفيرة بيسموها بالعربي جوندس بالنسبة للكبد، وبيصير مشاكل كثيرة. يعني هلا في شغلة مهمة ما ذكرناها، انه في ناس بياخدوا هالعقاقير يا ليلى والتستوستيرون بياخدوه بيتغير للأستروجين بالجسم اللي هو الهرمون النسائي، فكثير منهم من هيدول اللي عندهم عضلات مفتولة بيكون الثدي تبعهم أكبر. صحيح لهالسبب. وفي شغلة ما ذكرناها أبدا، إنه صحيح إنه عم ياخدوا كل هالمنشطات، بس إذا وقفوا ياخدوا هالمنشطات بالفترة اللي وقفوا فيها بيحسوا سلبيا، يعني نفسيا بيحسوا طريقة سلبية كبيرة، يعني بيصيروا ديبرست أكتر، بيصيروا ما يقدروا يفكروا بطريقة منيحة أكتر، بيصيروا ما بيقدروا يعني حتى يقوموا من التخت أمراض، لأنه جسمه تعود على هالتستوستيرون الزايد اللي من وقف فيه. سوالن إدمان دكتور، إدمان صار عقار مثل نوع الإدمان أثر عليه هون، ولما بيتركوه له تأثير نيجاتيف مثل أي مضاد مثلا سلبياً كتير، يعني بيؤدي للكآبة، بيؤدي للتعب والمشاكل. من الناحية الثانية إنه الناس لما تاخذ العقاقير وخصوصاً التستوستيرون يعني عند الرجال مش بس بيؤدي للعضلات، كمان بيأثر على الدماغ، يعني بيصير عندهم هالرجال اللي بتاخذ العقاقير نسبة أجريشن أكتر، يعني نسبة شو الأجريشن بالعربي، بيصيروا منهم لطيفين أجريسف دكتور، يعني بيصيروا نوعا ما عدوانيين عدوانيين. برافو نعم عليك. نعم أكتر من غيرهم، أكتر من غيرهم. وهيدي أشياء كمان سلبية كبيرة، يعني بتأثر على العلاقات بين الأشخاص، بتأثر على العلاقات بين
الرجل والمرأة كمان من ناحية سلبية، وهيدي كثير إلا إشياء بالعقاقير اللي عم تتاخد. دكتور بالنسبة لبعض العقاقير اللي بدي طلعت عليها مثل فيناسترايد المضاد للصلع، هل فعلا ممكن يسبب أيضا بالإضافة إلى يعني تأثيره بالنسبة للخصوبة ممكن يسبب أيضا بعض هذه العقاقير يعني ضعف المقدرة الجنسية عند الرجال؟ ممكن يأثر بهالموضوع هذا؟ بيقدر لأنه أنت تستوستيرون يعني ما اختلفنا. هلا الرجال اللي عم ياخذوا هالاشياء قدرة الجنس تبعهم بتزيد، واكشلي يعني بتزيد بطريقة ملحوظة واضحة، بس المشكلة تبعتهم انه يعني مثل يعني مثل واحد عم بيقوس بفرد لكن امتي شل بسموها، يعني فرد ما في شو بسموها، ما في طلقات دكتور، ما في طلقات فاضي يعني بيزيد النسبة الجنسية بس ما بيصير شيء بعده. هيدي مشكلة كبيرة، هيدي لازم نقلهم للشباب ينتبهوا على هذه العقاقير يعني دكتور، والموضوع هذا الهام جدا يعني العضلات إلى تكلفة بعدين. دكتور بحسب جيمس موسن وآلين بايستي مكتشفا المفارقة التطورية، الأطباء اللي اكتشفوا أول من اكتشف بحسب ما طلعت عليه في الإنترنت، وكمان نحن منوثق معلوماتنا معك دكتور، هذه المفارقة عم بيقولوا نسبة الإصابة بالعقم تصل إلى 90%. هل هذه الأرقام صحيحة دكتور اللي ممكن يستخدموا العقاقير المنشطة، وعم بيقالوا إنه يعني انتشارها بشكل كبير ممكن يؤدي إلى العقم بنسبة 90%؟ أكثر حتى بين 90% يعني تقريبا أغلبهم يا ليلى بيصير عندهم مشكلة كبيرة يعني منا. وكمان في ناس يعني أنا بشوفهم يا ليلى صار لهم سنين وأيامات عم ياخدوا هالعقاقير، بعد ما ياخدون بيجوا لعنا منقول لهم طب يا عمي لازم توقفوا، امرات بتاخدهم سنوات ليتحسن السائل المنوي عندهم، واغلبهم بالنهايه بيضطروا يعملوا طفل الانبوب، لانه حتى لو تحسن السبرم برودكشن حتى تحسن السائل المنوي عندهم وعدد النطف عندهم تحسنت، ما بتتحسن لدرجه لليلة انه يصير في عندهم حمل طبيعي مع النساء تبعوتهم. يعني هيدي مشكله كبيره. دكتور شما حضرتك ذكرت انه اللي بتشوفهم بعض اللي لهم اجسام كبيره بالغالبيه طبعا نقول بيجوا لعندك عندهم مشكله في انه يحصل حمل طبيعي، عندهم مشكله في الخصوبه، بتقول صفر التحليل اجى، طب شو علاج هالموضوع؟ يوقفوا فقط العقاقير ولا له علاجات تانية؟ لا 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 بدهم يوقفوا العقاقير وبنعطيهم ادويه نحن بهيك حاله. ما هو المشكله انه الدماغ ما بيعود يعطي الهرمونات اللازمه، وهدول الهرمونات اللي بتنعطى من الدماغ ما يعني لازم تنعطى بطريقه كتير منتظمه والا مشاكل كبيره بتصير، فنحن بنعطيها بهيك حاله لفتره زمنيه يعني تقريبا 3 إلى 6 شهور، وامرات بيتحسن نتفي لنقدر يعني يصير في ارتفاع بنسبه النطف بالسائل بهيك حالات. يعني هيدول الأدوية احنا لازم نعطيها وبتنعطى بس تاخد وقت تقريبا بالقليلة 4 أشهر ل12 شهر لتتحسن يعني فينا نوجه رسالة دكتور يعني بحسب ما اطلعت على كتير من المواضيع انه مشكلات الخصوبة خاصة للشبابنا اللي عم بيتناولوا هذه العقاقير في اعمار مبكرة يعني لازالوا عم بيستعملوها لهلأ، الرسالة ما وصلت، هل نحن منوجههم او منوجه عن طريقك انه لازم يعملوا فحص حتى لو كانوا مو متزوجين، يعني توجهوا لعيادة شوفوا قديه تأثير هذه العقاقير عليهم، هل فينا نقول انه هي رسالة منوجهة للشباب؟ لقلك هي رسالة واضحة للشباب، بس خليني قلك عند الشباب في عندك مشكلة، لأنه نحن الشاب بحس نيجاتيفلي يعني بحس بطريقة سلبية إذا بحاله إذا عرف إنه معقول ما يقدر يجيب أولاد لدرجة إنه يمكن ما يشارك هذا الموضوع مع أهله أو حبيبته أو المرأة اللي بده يتجوزها. فتقريبا عندك
كثير مثل فورمز على الانترنت للنساء لتجي تتعاضد مع بعض البعض ويحكوا بالنسبة للفرتيليتي. بالرجال ما عندهم فورمز كثير مثل النساء ليحكوا بالمواضيع، وعندهم لدرجة انه تقريبا الكآبة كبيرة عند هدول الرجال اللي عارفين انه عندهم مشكلة بالنسبة للإنجاب. تقريبا 95% عندهم كآبة، وتقريبا 40-60% تقريبا نصهم يا ليلى ما بحياتهم حكيوا مع حدا وراحوا عن حدا ليساعدهم بهالموضوع. يعني ما لازم يحسوا حالهم ان هن لحالهم. ما عندك فكرة عدد الاشخاص اللي بيجوا لعنا نحن الرجال لحالهم، لانه ما بيجوا مع مرتهم لانه خايفين انه مرتهم تعرف اول شيء، وبعدين بالنسبة لهم عيب لانه بيطلعوا بيحسوا نقص عندهم اذا بيلاقوا كل رفقاتهم الرجال عم يقدروا يحبلوا نسوانهم ويصير عندهم اولاد وهن ما عم يقدروا. يعني عندهم كآبة وعندهم مثل عندهم مشاكل نفسية بتأدي لعدم استشارة أخصائي بهالموضوع. دكتور بالنسبة لدورنا كأهل، يعني أنا بحب كمان وجه إنه بنعرف أولادنا بروحوا على الرياضة عندهم عضلات، كمان يكون لنا دور نعرف أولادنا شو عم بياخدوا، يكون لنا توجيه نحن دور وعي أكتر. شو بتوجه الأهل كمان بهالموضوع؟ أنا يعني الله يساعد الأهل يا ليلى، يعني أنت أم وأنا صحيح. أب صحيح. وعنا أولاد، يعني الله يساعدنا لأنه عندي كتير إشياء بدنا ننتبه عليها، على الدروس، على الجامعات، على مع مين عم يظهروا، على شو عم يأكلوا، على شو عم يستخدموا، على شو عم كل هدول الأشياء. تحديات كبيرة. تحديات ما عندك فكرة التحديات قد كبيرة. يعني أضبط شيء نروح نعيش بالبرية ما في عنا شيء إلا الفواكه كلها من الشجر. لكن موضوع الصحة مهم جدا يعني دكتور، خليني قلك بيأثر الصحة، بيأثر على أولادنا، بيأثر على دراستهم، بيأثر على صحتهم النفسية والعقلية. أنا بقول الصحة هي أهم شيء، لازم ننتبه أولادنا شو عم بيتعاطوا، شو عم بياخدوا، شو عم مثل ما عم تقول حضرتك، لأنه حيأثر على كل مجرى حياتهم لاحقا. اهم شيء يا ليلى انه يكون بين الاهل، انا هيدا يعني طريقه متواضعه عم اقول لك صراحه كاب، مش يعني انه يكون في عندك صراحه بين الاب وبين الام وبين الاولاد تبعوتهم، انه يقدر يقعدوا معهم ويفسروا لهم. وما في شيء عيب يا ليلى، ما في شيء عيب. يعني اذا في مشكله لازم تعالج هيدا المشكله، تنحلها بطريقه نفسيه، واذا ما قدرنا نحلها بالعيله نستشير اخصائي بهالموضوع. يعني أنا كنت أنا وصغير يمكن لقلك من ناحيتي إنه كنت فكر إنه الأشخاص اللي عندهم مشاكل نفسية أو whatever هدول الأشخاص يمكن لازم نحلهم بالعيلة، ما نخبر حدا، ما نحكي مع حدا بلا ما نستشير أخصائي. بس بعدين لاحظت إنه يا عمي في أشياء، في مشاكل لازم تستشيري فيها أخصائي بهيك موضوع لتقدري تحليها، ومنا عيب، ما في شيء عيب بالطب، لأنه كلياتنا معرضين إنه يكون عندنا مشاكل. دكتور أخيرا في أقل من دقيقة، هل هناك تأثير لمسكنات مثلا إذا الحامل أخذت مسكنات باراسيتامول فعلا في تأثير على ذكور الأجنة؟ أول شيء الباراسيتامول ممنوع بالولايات المتحدة من زمان، بس في مثله ميديكيشنز بتنعطى اللي هو تايلينول فيها تأخذه تايلينول، والتايلينول فيه يعني صار له موجود 30 سنة 40 سنة، يعني مسكنات الألم بشكل عام. هل تؤثر دكتور؟ لا ما فيها تأثير كبير، بس خليني أقول لك أنا بنصح كل النساء الحاملات ما له علاقة بالموضوع تبعنا إنه ما يأخذوا أدوية بلا ما يستشيروا طبيب بهالموضوع، ويأخذوا الأدوية بس للزوم تحت استشارة، تحت وصاية طبيب أخصائي بهالموضوع، حتى ما يأخذوا إشياء بتأثر عليهم، بتأثر على الحمل، وبتأثر على الأولاد يعني بعد ما يكبروا وبعد ما يخلقوا. فهيدي الرسالة الواضحة اللي لازم تكون بكل أذهان الحوامل. الحوامل صح دكتور، الحوامل. دكتور في آخر الدقائق من البرنامج معنا دقيقتين، يعني
جميل أن تكون أكثر قبولا لدى الجنس الآخر، مو عيب دكتور أنه أنا أكون بنظر الإنسان أو الإنسانة اللي بحبه أو بيحبني أنه يكون حلو جميل، لكن مش على حساب صحتي، مش على حساب أن أكون أنا في صحة. يجب أن يتقبل كل واحد الآخر اللي اختاره حبيب، اختاره يحبه كما هو، مع أنه نحسن من مظهرنا طبعا أكيد، لكن مو على حساب صحتنا. شو حضرتك بتوجه في كلمة أخيرة؟ أنا بكلمة أخيرة أول شيء بدي أقول لهم لكل الشباب اللي عم يتسمعوا علينا والشابات، أول شيء كل شيء زاد بالمعنى نقص. يعني ما أنا عم بقول إنه إذا بدهم يعملوا عضلات يعملوا رياضة بطريقة منتظمة حلوة بتساعدهم على النشاط وبتساعدهم على تركيب العضلات، بس ما ضروري ياخذوا منشطات زيادة هرمونات بتأثر سلبيا على مشاكل كثيرة بالجسم، بالكبد، بالقلب، بالكلاوي، وعلى قدرة الخصوبة. فهيدي رسالتي لهم. أشكرك دكتور نيكولاس شما. المنشطات وأخطارها على الرجال كان موضوعنا الهام جدا مع خبير الخصوبة الدكتور نيكولاس شما، أحد أهم أطباء العقم وأخصائي الغدد الصماء والأمراض التناسلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا على مستوى العالم العربي. أيضا شهرة IVF ميشيغان وصلت إلى كل من يهمه أن يأخذ المعلومة الصحيحة. شكرا لك دكتور شما على هذه المعلومات القيمة جدا، تحياتي لك ولكل اللي عم بتسمعنا. وأنا بشكرك وبشكر كل المستمعين، ويا رب نكون هالنهار عم تطلع نفس الشمس فالحمد لله. تحياتنا لك دكتور. هذه ليلى الحسيني تحييكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة سوا على الهواء. كنا معكم هذا الصباح في موضوع هل يضحي الرجال بخصوبتهم مقابل الحصول على عضلات ومظهر جذاب. إلى اللقاء.